دشنت وزارة الزراعة بمبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب عالية الإنتاجية لصغار المربين وشباب الخريجين بمحافظات الشرقية. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتحسين سلالات الماشية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشروع يعتبر باكورة مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، والتي سوف يتم تعميمها على كل المحافظات بالتنسيق مع بعض المستثمرين. فخامة السيد الرئيس نادى بشكل كبير جدا في اكثر من لقاء، وان الفلاح المصري وان الماشيه اللي عندنا اللي بتستهلك تقريبا نفس القدر من التغذيه والتكلفه ولكن بدون انتاجيه كبيره. نادى بشكل كبير ودعم بشكل كبير جدا، وتلقينا دعم كامل من فخامه السيد الرئيس، وبالتالي الحمد لله وقفنا على ارض ثابته، والحمد لله الابقار وصلت عندنا، وخلاص نعلن اول حاليا ان شاء الله خلال ايام الفلاحين هيستلموا هذه الابقار.